بسم الله الرحمن الرحيم. حيدر الشيعة هم القائلون أن الرسالة أصلا كانت لعلي، غير أن جبريل أخطأ. الشيعة يقولون علي وصي وولي النبي من بعد، وأن الأمة كفرت عندما بايعت الصديق بعد موت النبي. الشيعة بيكفروا كل الصحابة إلا خمسة: علي والمقداد وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبو ذر. بقية الصحابة كل الصحابة عند الشيعة كفر. الشيعة يكفرون الصديق وعمر وعثمان وابن عباس وكل الصحابة. الشيعة الذين يقولون لا يمكن أن تكون الدنيا بغير إيمان من ولد الحسين. الشيعة صدنا الصديق عند الشيعة سارق اغتصب الخلافة من علي. الشيعة لم يسموا إمامهم آية الله؟ لأنهم يعتبرونه متكلم عن الله ومعصوم من الخطأ ولا يمكن أن يراجع. الشيعة نصيرية ينكرون الجنة والنار ويقولون بتناسخ الأرواح، وعلي رضي الله عنه عندهم هو الرب، والنبي محمد هو الحجاب، وسلمان هو الباب، وإبليس الأبالسة هو عندهم عمر بن الخطاب. الشيعة أولا الشيعة لم يعترفوا بالأئمة الأربعة ولا بأصحاب الكتب التسعة. الشيعة قول البخاري يقول لك كذاب، إمام مسلم ضلال، أحمد بن حنبل كذاب، أبو حنيفة جاهل. الشيعة ما بيعترفوش بقى اي حال من هؤلاء الايمان. الشيعة الروافض ليه تسموا روافض؟ قالوا وهذا هو الصحيح، لان سيدنا زيد وهذا من اولاد سيدنا علي امام كبير من آل البيت، قالوا نبايعك على ان تسب عمر والصديق، فابى فرفضوه فسموا ايه؟ روافض. الرافضة ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى، ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء، واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى، ورز الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء، وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء، لم يقرأوا سعدا وسيف الله ما فهموا البراء، شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء، هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا، إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يطيف به وذا عبد النساء، ذاك من ظن الرياء براعة فغلا رياء، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء، وهناك من ظن الرياء براعة فغلا رياء، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء، إني أحار بهم وقد ساغوا التراشق والبداء، وحنوا رقابهم فلم تشك الهوان والانحناء، إني أحار بهم وقد أمست جموعهم غثاء، يتناطحون تناطح الأكباش تلتهم الغذاء، ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء، فانظر إلى مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء، فانظر إلى برة
حراك الدماء وأيهم حقن الدماء. فانظر إلى مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء. فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء. ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء. ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء. ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء. ثم في يوم عاشوراء يأتون ببلية شوه الإسلام قصدا من خلالها. أصلا أنا بتكلم ليه في الشيعة النهاردة اللي بيطلعوا على الشاشات؟ الشيعة وأوروبا وأمريكا المسلمين عندهم هم دول الشيعة العمية ينطموا وكل واحد يخبط لي على صدره لحد ما يجيله سكتة إن شاء الله. شوهوا صورتنا بيعبروش عن المسلمين. يوم عاشوراء بيعملوا إيه؟ أولا بدعة اللطم والنياحة في يوم عاشوراء على سيدنا الحسين اخترعها الشيعة البوهيون سنة 352 هجرية. موضوع انك تنوح على واحد ميت كل سنة في معاد موته هذا امر لم يعرفه العرب لا في جاهلية ولا في اسلام. بيعملوا ايه بقى؟ بتشوفوهم انتم طلعوا يلطموا كل واحد يخبط على صدره يروحوا للحجام يوم الحجام بالمشرط يضرب الرجل ينقره في جبهته يعوره صح بالموس يروح خط واحدة يقعد الدم ينزل وعمال يجري بقى ألوف ويخبط كده. تخيل واحد مجروح وبيخبط كده وعلى دماغه يعني فتلاقي دمه بينزل ودمه نزل على وشه والصور دي تنقل. هو ده الإسلام؟ ده جماعة دمويون بشكل الهمج الرعاع دول. الأشكال القبيحة دي صدت تغير المسلمين عن الدخول في الإسلام وده بينشر من أعداء المسلمين عن قصد وبحكم وعن تعمد. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم